بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب ولا ليال وولالكين فتحي إيا درسي غني أفراد وكمدة دروستي تحنها أهيدا إنو سعوتي تاسو إنو أغوما قعدرناي فضل عشر الأول من ذي الحجة وأحكام العيد والأضحية وأيام التشريق. لبي طبعاً قضبين إنه كجهد لينا نشجعني درسينا أفراد وحن كبل لابينا لبي طبعاً كقضب قضب كل لحد قضب كل لحد بينه كبل لابينا وحن عوان أقعد إجني ما هي الأضحية وماذا تجزئ به وما هي شروطها. أضحية محالها محيس كوجديسا شروط سل مارك اللغة بهني هاي محيتها. جوابت وحوية الأضحية هي من أعظم شعائر الإسلام، يذكر فيها توحيد الله ونعمته على عباده الصالحين وطاعة أبينا إبراهيم لربه، وفيها خير وبركة. ولا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. درسيجين ودرسيجي أفراد وقضب كل حد يلا بيا طبعا كقضب إنه كجهد لينا أي نود هني قضب كل حد ويه عوان كصدح ذاق أقمارك تقضب عوان كصدح ذا السؤال ككوبا أيين مركا إن نذكر تاجنا إسكودينا. سؤال كوبادي وحي أهيد ما هي الأضحية محال لها أضحية محيستها وحا أي كوكو دي سؤو حولها إن أدقش لغا رباي وام محي شروط حولها اللغة بهانيا إن لغا هلاستا محيتها أضحية دو وحا ويا مركة هراء جوابتو إن وشي من أعظم الشعائر الإسلامة وحي كميتا هاي وحيابها اغوا وين اسلام كوركا مركات كات لورتو وحيابها مقارن هيسا معلوم من الدينية اللو وذا قارن هيا قال اسلام بلقيرا هايو اللو قويا قانو مسلمين تي دين اسلام كالو قارن هيا اسلام كا اسلام كنحيسا معروف كا سيدا مارك تي حجكا سيدا كعبادية حرمكا سيدا صوم كبش رمضان سيدا عيد الفطريكا سيدا مالينتا جمعادا سيدا وحيابها شعائر كواوين اسلامكو يعني موقال كواوين اسلامكو ليا هاي بي كميتا هاي اله با سبحانه وتعالى يا لغو حسا اله سبحانه وتعالى با لغو وين ايا وحدانية ديسا وحانا لغو شكريا نعمدا الله سبحانه وتعالى وادوما ديسا ووناكسن وكو قلايستي. أضحيض وانا طاعة أبينا إبراهيم لربه أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مركو الله يلي سبحانه وتعالى ويلكاق قورع إسماعيل كدبنا أولتا شذي ويلك إبراهيم ها يقول يلي أبو ساس الله يفريا إناكو قورعه ويلكونا أو يلي مقارن هاي سافولي أرنك حق ألا لغا أمريا ستجدني من الصابرين. كدبنا ودم عين ويلكي قورعه إلهي سبحانه وتعالى وكيري وفديناه بذبح عظيم وحان كفرني إسماعيل إن لقورعه وان آذو حوق بضن أيوم با ويلك قورع ذو إسيري يا وان لوهو سمريي مركا وقدوة أينو كغدا ينها إنو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انتاسي واسو اشهوري سو اشه دمبه
وماذا تجزئ محي كوكوديسا ولا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام أضحيادو كما قدو ولغما أضحيسان كاروحان كأهين صدح ذا نمعولي ذا اللو يقانو وقيل إيالو ذا إيو مقرن هيسا إيريها إيا إذا إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحج وحكولي يهي وآيادة صدن إيا أفره وحولي يهي ولكل أمة جعلنا من سكن أمت كستوحى نؤي يلني من سكن أي ذبحا أما عيدا ولماذا قار كودبا من سكن توحي كوفا سيران إن لغوة عيدة قار كودنا وحي كوفا سيران إن أي تاي ذبحي إيا قورعة ذبحي إيا قورعة كودا ليذكر اسم الله إن أي الله كحسان الله وحوليه سبحانه وتعالى على ما رزقه من بهيمة الأنعام إن أي الله كحسان وحاوك أرزاقي أو من بهيمة الأنعام أحولها نمعوليد أو صدح ذين هذا الشيغيني كذبوا الله سبحانه وتعالى وحيري فإلهكم معبود كينو إله واحد وألا كليجي ألا إله غيره كليجي ويوامدك مارك تي عباده حق لكليجي لا إله غيره الله وحيري سبحانه وتعالى فله أسلموا إساقا ألا كليجي سديبة أو إخلاص إي عمل كينس مارك تي إيوه iyo waxaad samaynaysaan idinku amalkiina u baraxtiro oo cibaadada alle qowlan iyo wa ficlan midna hala wadaajinina cid kale oo aha khalqigiisa wabashir ilmukhbitiina u bishaara nabi muxammedow kuwa muuqiiciinta ay raadiga ku ah ilaahay subxaana wa tacaala wixii uu muxuu ahaa xukumo ama qadaro su-aasha qaybteedii maartay su-aasha ugu dambeysay ee ahayd wamaa hiya shuruuduhaa شروط الأضحية شروط اللوغة باهنية إن لغاها لحولها لقالها يو كو قضبك كوبادي وحاوية بلوغها السن المطلوب والسن المطلوبة 6 أشهر في الضأن وفي المعز سنتان وفي الإبل 5 سنين إن اي دأذي اللوغة تلقى لحولها لقالها يا إيقاران haddu neef ida ay yahay waa inuu 6 bilood una ka yarayn haddu ma garan haysaa uu yahay neef ma garan haysaa ee riyaana 2 sano ka yarayn haddu neef geela yahayna waa inuu una ka yarayn 5 sano ka yarayn en haddu lo yahayna 2 sano waa inuu san ka yarayn en qodobka 2aad intaana ka bixin hadiiba uuna qofku haysanin wax exactly da'da la sheegay aan ahayn wuxuu ba haystaaba maaragtay neef riya oo ma garanaysa 1 sano iyo bada jira ama neef ida oo 5 bilood jira wax kale ma haysto ama neef geela oo ma garanaysa qaalin 4 jira buu haystaa muxuu sameynayaa qofku wax kale ma ba haysto markaas oo kale marka waxa weeye intaad ka tagi lahayd waxaad haysato insha Allahu ta'ala waxa weeye way way ka gudaysaa ilaa kullifullahu nafsan illa wus'aha way laakiin sida marka hore saxda ah ee hadii la heli karo saxda waa sidaas qodobka 2aad waxa weeye salaamatuha min al-uyub inay maaragtay waxa lagu udxiyeysan hayaay ceeb ka hufan yahay oo uunsan magaran haysaa yahay neef neefka aad qalaysaa inuu neef yaacno magaranaysaa saliim min al-uyub yahay neef ka nabad galay ceeb oo dhan ceebaha waxaa kamid ah sida ma garanaysa xadiidka uu soo saaray Imaam Axmed iyo ma garanaysa qeyrkiiba ee Tirmidhina uu leeyahay waa iyo muxuu ahaa Ibn Hibban ay labaduba saxiixin hayaan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kii dhihi jiray waxa weeye 4 kuma banaana ma ku banaana in lagu udxiyaysto waxaa kamid ahaa neefka cawaran ee ma garanaysaa ishala ee weliba ma garanaysaa yacni damage-ka iyo isha ma garanaysaa
muuqaalka foosha xun ee ka muuqday oo banaanka yaalo. Waxaa kaloo ka mid ahaa iyo neefka jirran ee jirrada haysay aad aragta neefka inay magaranaysa ay taagan tahay neefka dhogortiisu ee ay qandhadiiba hayso ee jirran ee inuu jirran yahay ama gorrasayo ee magaranaysa degelka laalmin neef jirran oo jirradiisu muuqato isagana lama ogolo. Waxaa kaloo ka mid ahaa neefka jaban ee jabniinkiisu iyo magaranaysa uu isagana bannaanka yaallo ee lugta iyo dhudhunka isaguna magaranaysa gosha kula jira ee dhinac u buurinaya. Waxaa kaloo ka mid ahaa isaguna neefka afraad waa neefka duqa ah ee weyda ah ee caatada ah een dux iyo dhuux toona lahayn. Afartaas midna ma gudahayaan buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam. Marka ceeb inuu saliim ka yahayda saas baa laga wadaayo. Afartaa waa inuunan neef xagga indhaha ka cawaran ahayn, cawarnaan muuqata weliba oo fool xun. Waa inuunan neef jirran oo jirradiisu muuqata ahayn weliba si cad loo arko. Waa inuunan neef jaban oo jabniinkiisa iyo naafanimadkiisa la arka ahayn. Neef duqa oon dhuux iyo subag toona iyo baruur iyo mac toona lahayn oo weyd ah waa inuusan neef ku ahayn. Maxaa yeelay waxa weeye ma garanaysaa, waa wax alla loogu dhowaanaya subxaanahu watacaalaa. Wax kastoo alla loogu dhowaanayaana waa inuu shay wanaagsan yahay. Wallaahu tayibun laa yaqbalu ilaa tayiban. Ilaahay subxaanahu watacaalaa waa tayib wanaagsan, waxaan wanaagsanaynna ma aqbalo. Su-aashaas weydiintale waxa weeye, haddiiba uu ruuxu neef aan intaa lahayn hadduu ma garanaysaa neef sida kale maaragtay yacni fayow oo intaa aynu soo sheegnay midna aan lahayn, laakiin ridu hadday geesa jajaban tahay ka waran ama ay ma garanaysaa ay dabada go'an tahay ama ay dheg go'an tahay, tu aan gees jabnayn ama aan dheg go'nayn ama aan daba go'nayn intaa aan sheegnayna maaragtay ka badbaaday, haddaad heli karto taasaa kuu fiican. Haddaad san weydo oo tu ama gees jaban ama daba go'an ama dheg go'an ay dantu kaa fursan weydood wax kala weydo, iyadana biidhnillaahi tacaala yacni magarata rida tusaaleon bayn usoo qaadana kuwa kaleba yacni waa saasoo kale aan ka wada. Haddaad wax kala weydo oo kuwaa dhaafsan markaa hadde waxa weeye fataquullaha ma sadaxtum, waxa aad haysato biidhnillaahi tacaala way kaaga gudaysaa. إلهي سبحانه وتعالى وحليها الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إلهي سبحانه وتعالى في سورة الحج وآية صدني اللبو إلهي وحليه ذلك أرنك إساق حولها إن أدقشان ربنا اللو قد أواده ما ركتي وحوي وينيسان أدوح وناكسن الله سبحانه وتعالى شعائر تأتكو ما ركتي inaad ma garanaysaa wax wanaagsan alle subxaanahu watacaala aada ugu dhowaataan waa waxa weeye waa shacaa'irtaas muuqata ee alle subxaanahu watacaala fa innahaa min taqwa alquluub, weynaynta aad ma aragtay shacaa'irta alle weynaynhaysaan ood astaamaha iyo diinta ku nooleynaysaan oo wax wanaagsan aad ku samaynaysaan ood neef wanaagsan aad ku udxiyaysanaysaan fa innahaa min taqwa alquluub, quluubta iyo ruuxda waxa nooleeya ee iimaanka xoogaysiiya ee ma garanaysaa alle subxaanahu watacaala ka cabsigiisa taqwada ku nooleeya ee xoojiya quluubtay ka mid tahay buu alla leeyahay subxaanahu watacaala. Sidaa daraaddeed salafku waxay samayn jireen xoolaha loo qalahayo ma garanaysaa maalinta ciidul adxaaga way cayilin jireen, way sii cayilin jireenba oo xoolo loogu talagalay oo gooni loo xanaaneeyo oo loo dhaqaaleeyo oo ma garanaysaa la barbaariyey oo la cayiliyey bay samayn jireen. Marka yacni goonima loo ma garanaysaa yay u sii calfin jireen qaarkood. Intaas ayaan darsigan kusoo koobayaa. Wixii aan waafaqay waa ilaahay subxaanahu watacaala waafajintii, wixii aan gafayna waa aniga iyo fahmi gaabnidayda iyo daalibnimadayda.
انت سيان كسو كوبا يا والله أعلم، وهو ولي التوفيق، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباده، إنه قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.